ونتكلم عن موضوع وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام. أجر لك ولمن بعدك في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، تصدق باللي تجود به نفسك واللي بتقدر عليه. 150 ريال سهم الفرد، 450 سهم الوالدين، 700 ريال سهم الأسرة كافة، و 2400 المتر المربع، و 250 ألف اللي هي الشقة. اللي تقدر تسويه وتدفع في هذه المبالغ ادفعه، وإذا ما قدرت على أي سهم من الأسهم عندك المبالغ اللي تقدر عليها، وإذا ما تقدر انشر انشر تؤجر. الدال على الخير كفالة في أطهر بقاع الأرض، وإحنا مقبلين على شهر الخير شهر رمضان. فتخيل أنك تشوف هذا الشعور وتشوفه شيء ملموس ومحسوس، أنك دفعت في هذا الوقف وتحضر في مكة وتروح وتشوف الوقف هذا قد اكتمل بإذن الله، وأنت أحد المساهمين فيه. فسأل الله العلي العظيم أن الله يوفقنا وياكم ويكتب كل خير من كل من تصدق. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم، جزاك الله خير. خيركم. صحيح.